بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. الطبر واحد من ضمن الأدوات الجميلة جدا في الفاونديشن، ومن ضمن الحاجات اللي بنشوفها في مواقع كتيرة كتيرة جدا بتلاقي فيها الطبر يا جماعة، زي مثلا سوشيال ميديا فيسبوك، بتلاقي البار اللي من فوق اللي بيفضل معاك ثابت وانت بتعمل سكرول. ده هي السيناريو اللي احنا ان شاء الله باذن الله راح نحكي فيه. طب بمنتهى البساطه، عشان تدريج التوب بار ده انت محتاج ديفيجن. الديفيجن ده يا جماعه هتديله الكلاس اللي هيحمل اسم التوب بار، تي او توب هايفن بار. جميل جميل. التوب بار ده باي اتسلف هو نفسه بيتكون من نصين، تمام، جانب على الناحيه الشمال وجانب على الناحيه اليمين. علشان كده هنروح احنا ندرج اتنين ديفيجن. الديفيجن الاولاني هياخد الكلاس اللي اسمه، خلونا نعمل ماشي، هياخد الكلاس اللي اسمه توب بار. نبتدي من الناحية الشمال، ربنا يجعلنا من أهل اليمين، وأدي كنترول دي، وده هيكون توب بار رايت. جميل. أوكي كده أنا معايا توب بار ومعايا نصين، ونصين الاتنين دول فاضيين. ولنفرض أنا هحاول أركب تركيبة، النص اللي على الناحية الشمال ده يا جماعة هحاول أستايله بدروب داون منيو كقائمة جانبية، وهحط فيها عنوان الموقع بتاعي. متفقين؟ جميل خالص. انت عايز ايه؟ انا عايز قائمة. خلاص ما في مشكلة، عايز قائمة حط لي يو ال. قفلت اليو ال، القائمة بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ ادي الكلاس اللي اسمه اكزاكت. القائمة بتاعتك عبارة عن انت هتسميها دروب داون مني، ما في مشكلة، ادي دروب داون وادي مني كده. بس هتشتغل؟ لا، المفروض يكون معايا البلاجن اللي اسمها ايه اكزاكت. البلاجن اللي معايا اسمها دروب داون منيو، دروب هايفن داون هايفن منيو. اوكي كده الدروب داون منيو بتاعي المفروض انها تكون تمام كده شغال. يتبقى معايا ال ال اي، العناصر اللي انا هبتدي احطها فيها. وال ال اي الاولاني ده مش هخليه لينك انا يا جماعه، هخليه بالظبط، هخليه العنوان بتاعي، يعني هسميه ويب سايت تايتل، تمام. وهديله الكلاس المميز اللي هو بيكون عبارة عن مينو تكست او تكست مينو، مينو هايفن تكست رايت. اوكي انتر. اللي جنب منه هيكون عبارة عن العنصر الثاني، والعنصر ده يا جماعة ماشي خلونا نكمله لغاية الاخر. ده هيكون في وسم الارتباط، والارتباط هشغله بريفرنس. دلوقتي هنقول الباش، هنخليه مربع وهكتب فيه اي كلمة، مثلا زي كلمة لينك مثلا، تمام. وهكرر الموضوع ده 3 مرات او 4 مرات وان يكن، تمام. ده اللي احنا عملناه، اللي دروب داون منيو بتاعتي. خلونا نروح ونشوف بريفريش. ادي القائمة، ويب سايت تايتل، ادي المنيو بتاعي. جميل، حتى الان الاداء كويس، تمام. انا عايز اشغل المنيو ديت عشان تديني تفريعه، انت عارف القصه عملناها ازاي. ماشي، ولنفرض خلينا في اول عنصر من عناصرنا، تمام. هنفرع اول عنصر، اوكي ما في مشاكل. ادي الايه، هم ندخل على جوه شويه. انت هنروح حاطين هنا بقى اليو ال الجديده بتاعي. ماشي، ادي يو ال، ما في مشكله. اليو ال ديت عباره عن ايه؟ هتدي لها الكلاس اللي هو كان عبارة عن ايه exactly double quotations، هتديلها class menu. ده لو انت كنت عايز تخليها menu، ولو انت عايز تخليها drop down menu برضو مش مشكلة، الامر يرجع لك في الاول او في الاخر، تمام. ادي control c، انا احط فيها شوية العناصر الجاهزين دولت يا جماعة. اوكي ده بالنسبة ليه كده كده المسألة هتديني برضو التفريعة بتاعتها. طبعا هي ما ظبطتش معايا، ما ظبطتش معايا يو ال class منيو، يو ال كلاس منيو. ماشي، خليها فيرتيكال. لو انا خليتها فيرتيكال منيو وعملت ريفرش حتى فيرتيكال برضو ماشي. ايه المشكلة عندي؟ ايه المشكلة عندي؟ ماشي، خلينا نشيل دي ونخلينا في يو ال منيو بس، دروب داون منيو. المفروض اني استايلها بنفس القصة بتاعت الدروب داون يعني، بس انا مش عايز احط فيها الدروب داون بتوعي دولت. لينك دروب داون منيو مظبوطة، دروب داون منيو، لا دروب داون منيو فيها مشكلة اسمها ده. يا ربنا
دروب داون منيو، المفروض اساسا الكلاس بتاعها بيكون عبارة عن داتا دروب داون منيو. انا اسف جدا، داتا دروب داون منيو. لو انا عملت ريلود للصفحة المفروض ان لينكاتي تطلع مظبوطة. الداتا دروب داون منيو، منيو تكست، المنيو بتاعي فيها العناصر بتاعتي. داتا دروب داون منيو، دروب داون ممكن نركبه مثلا في دروب داون منيو. دروب داون منيو للكلاس مظبوط، المفروض مفيش مسافة ما بين دروب داون. يا ربنا، ماشي، أنا آسف جدا مرة تانية. ماشي، الله المستعان. أنت ممكن طبعا تستايلها بالطريقة اللي حضرتك عايزها. أنا لو مسحت الكلام ده وحاولت أكرره مثلا على ال ال اي دولت مثلا، هكررها 3 أو 4 مرات على حسب الشكل اللي أنا عايزه، يعني مثلا باعتبار إن ديت لينكات شغالة يعني. تمام، الله المستعان، جميل. على الناحية التانية، ده بالنسبة للجانب الأولاني اللي هو كان خاص بالتوب ليفت. تمام، الناحية التانية في التوب رايت، ده برضه أنا هخليه بشكل جميل شوية، أحط فيه السيرش بتاعي. ماشي، أنا هستفاد برضه بإمكانيات اليو ال يا جماعة، القايمة بتاعي، علشان ما أضيعش محاذاة العناصر وأستفيد بيها. اكزاكتلي، هدي لها الكلاس الخاص بإنها بانه يتعامل معاها كانها منيو. والله واحده من ضمن الحاجات الجميله جدا بصراحه يا جماعه. واول عنصر معايا هيكون مربع البحث، ومربع البحث ده يا جماعه هيكون عباره عن انبوت، انبوت من نوع، هيكون انبوت من نوع سيرش. سوي تقريبا اتكلمنا عن الانواع دي قبل كده. انبوت طيب من نوع سيرش، انا المفروض اني اقفل النوع. تمام، وبالمرة هكتب البليس هولدر مثلا، الكلمة اللي هي تظهر لو افتراضا يعني، هقول له مثلا سيرش هير. ماشي، اوكي، انتر. النص الناحية التانية يا جماعة هتكون عبارة عن بوتون، بوتون نفسه اللي هو اسم الزرار سلاش بوتون. المفروض طبعا قبل البوتون اني ادرج اللي اي انت واقفل ال LI بتاعي لأني فاتح قايمة. ماشي، البوتون ده هديله، طيب إن هو يبقى زرار زرار زرار، يعني هو نفسه بوتون. طيب هيكون عبارة عن بوتون، وهديله الكلاس بتاع البوتون. انت عارف الكلاس بتاع البوتون في قلب فاونديشن اللي هو هياخد الستايل الأزرق الافتراضي يا جماعة. تمام، وديته الكلاس بوتون، وما بين بوتون بداية ونهاية ابتدي اكتب الكلمة اللي انا كنت عايزها تظهر على سطح الفور. تقريبا سيرش كده صح، باعتبار انها صح يعني. ماشي، هبتدي اروح اعمل ريفريش، الاقي ادي السيناريو بتاعي سير شهير وده مربع البحث. ده تقريبا حاولنا نحكي بيه بشكل بسيط جدا. بار، احنا ممكن طبعا نعقد الامور بشكل مختلف ونستايلها باشكال مختلفة، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نحكيه في التصميم بتاع الويب سايت بشكل كامل. يا رب ما اكون طولت عليكم، ويا رب يكون الحلقة جات بفايدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.